اهلا اهلا، وصفه جديده من وصفاتي مع قصر الاواني. راح استخدم قدره ضغط، راح نسوي لحمه مع الخضار بورق الزبده. العاده بالفرن تاخذ لها ساعه ساعتين، بقدره ضغط ما راح تاخذ اكثر من 20 دقيقه. يلا انا وياكم نبدا. راح نخلط الحين كل المقادير مع بعض، ما جلست استعرضها عشان ما تطول عليكم سنابات. عندي هنا لحمه، لو تبونها تكون مثل كذا هبر ما عندكم مشكله، هو الأصل بالهبر، لكن أنا أحب أحط العظيمات، بتعطيها نكهة جداً لذيذة. رح نضيف لها هنا عندي كركم وملح، ورح نضيف لها شرايح فلفل أخضر. هنا عندي شرايح بصل، ولو عندكم البصل الصغير بيكون ألذ. عندي شرايح زنجبيل. الهبر بيكون بهالشكل، تقطعونه بهالشكل اللي يبي هبر، او انكم خليكم بالعظام مثلي بتطلع لذيذة اكثر. ملعقة زبدة او سمن افضل كثير من الزبدة ومن الزيت، لان الاكل التركي كله يعتمد على السمن. وعندي هنا معجون الفليفلة، بيعطيها نكهة جدا لذيذة. وراح استخدم التوابل الصفراء من توابل شرقية، سبق واني وريتكم اياها اليوم، ولا له اعلان ولا شيء، لكن صراحه التوابل جدا لذيذه، تطلبين منها بدال المره الف مره. وهنا في التوابل البيضاء بعد مع الكركم، بتعطي نكهه جدا جدا لذيذه. الان راح نخلط كل المكونات كذا باليد. دائما اقول لكم اللحوم ما تنفع فيها الملعقه، بيدك عشان تدعكين اللحمه بكل هالبهارات. الريحه ما أحكي لكم عنها، تجنن بمعنى الكلمة. عندي ورق الزبدة قصيتها وحطيتها على شكل زايد، يعني بالطول وبالعرض، عشان أكتم اللحمة زين. وأحطها كده في الوسط، ونزل كل المكونات. ممكن اللي يبي يتبل اللحمة ويخليها ساعة ساعتين ما عنده مشكلة، وبعدين أوي من هي بيشتغل فيها على طول، حلو بعد تمشي يمشي الحال. وبعدين راح أضيف عندي هنا الباذنجان والبطاطس، وآخر شيء أعطيني فلفل حار، وبعدين مكعبات الطماطم، وراح أضيف الفلفل الحار وأقفلها مضبوط. لما انتم شايفين حطيت كل المكونات وحطيت الفلفل الحار. طبعا اللي نسيت أقولها لكم إن البطاطس والباذنجان تراها مقلية بالقلاية الهوائية. وبعدها أضيف طبقة ورق الزبدة، وراح أقفلها مضبوط، وبعدين هالشكل. وبعدين راح ننتقل للخطوة اللي بعدها، معليش على صوت ورق الزبدة، ننتقل للخطوة اللي بعدها. راح أستخدم قدر الضغط طبعا مثل ما قلت لكم، وفتحته على خيار لحم فعطاني 35 دقيقة. أنا ليش اخترت 35 دقيقة؟ لأني مثل ما أنتم شايفين حطيت هنا موية أبيها تسخن، أساس تبخر لي على اللحمة وما تنشف. ومثل ما أنتم شايفين شلت ورق الزبدة باللحمة وحطيتها، ورح أقفل القدر الآن وأعاير 25 دقيقة، يعني رح أنزل 35 إلى 25 وأرجع لكم. لازم نطلع الهواء يا بنات. وبعدين نصيحة لكم، حتى لو كان قدر الضغط العادي أو الكهرب تفتحينه، خلي الهواء يطلع من الجهة الثانية اللي من هناك، نبرة بخار، موية، أي شيء تكون من الجهة الثانية، ما تكون على يدينك ووجهك. نفتحها بهالشكل، بس ثقيل. يلا نطلع لحمتنا، فكيتها. تعالوا بس أوريكم إياها قبل ما نحطها بصحن التقديم. شوفوا طراوة اللحمة على طول تنقطع، ذايبة، تبل تبل بمعنى الكلمة، جنن، ولا غيرت لون اللحمة ولا شيء. فعلا فعلا تستحق انكم تجربونها مع حميسة العيد.